لكم والسلام عليكم. نشاط الأخبار الرئيسة. مرحبا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بأبرز العناوين. إطلاق أرضية رقمية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد، ووزير الداخلية يؤكد أن هذه الخدمة العمومية ستسمح بتخفيف العبء على المواطنين وترشيد النفقات وإعادة توجيه الموارد البشرية بالجماعات المحلية. تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يؤكد اعتماد اجتماع الحكومة الأخير خارطة طريق عملية لإدماج جميع الشباب في مناصب عملهم. تجارب ناجحة بمستغى نم لتزويد مساكن مناطق الظل بالطاقة الشمسية. ومداشر وقرى بجاية تستفيد من شبكات الربط بالغاز الطبيعي. تجديد شبكات الماء الشروب وشبكات الصرف الصحي بتندوف بعد انسدادات بسبب الملوحة. وبجيج الإعادة بعث النشاط الفلاحي بعد أضرار الأمطار الطوفانية الأخيرة.